المشترك الأول اللي وصل جد معه أديحة سمعان موسى أديحة سمعان مشتركت معكم وربحت؟ ربحت بحلقة طرابلس طلعت الثالث وهلأ غدرتنا طلعت الأول افتح لي هالمكتوبة بتعمل معروف يعني أول شرط هو كان الحصول على الأديحة بفتيلي من المعروف رأينا هلأ أول سؤال هون الواصل الأول الجائزة 50,000 ليرة إذا أجابت إذا أجابت على السؤال الثاني يا سيدي بدي عزبك بلا انتبه لي شوي وبدك تجاوب مرة واحدة وإلا بيطيروا 50,000 أوكي ترين ماشي بنفق نهر الكلب تصور إنه في ترين ماري بنفق نهر الكلب إيه؟ سرعة الترين 50 كيلومتر بالساعة إيه؟ سرعة الهواء المضاد 50 كيلومتر أعد لك سؤال مرة تانية الترين كهربائي جاي من صوب بيروت على جوني مرق بنفق نهر الكلب سرعة الترين 50 كيلومتر بالساعة الهواء المضاد للنفق 50 كيلومتر وين بتروح الدخنة؟ بتروح الدخنة بالهواء خسرت الخمسة ما لح يقدر يمشي ما في دخنة لأنه بسرعة بنفس الحجم لازم يوقف أول شيء الترين ليس عليك أول شيء الترين كهربائي ما قاله دخنة وتاني شيء ما في سكة حظنا قليل ما ربحت يعني متأسفين شكرا مرسي. المشترك الثاني اللي واصل مع الديحة اعطيني الديحة الديحتين استاذ رياض الديحتين طيب هيدي استاذ رياض بشكر انا جورج فريم لقينا بالديحات على مفرق غزير في زعبره بدأ يعني ما في زعبره في شطاره طيب اسم الكريم جورج بويري من البوار جورج بويري من البوار طيب ورفيقه عاطف شاعر اهلا بعاطف مرافق بسرعه كثير عم تسوق انتو مش كثير لا جد قديه شيء 4 دقايق فات معنا مش ما يعني مش معقول الشباب طولوا بالكم كوي غزير يعني مش استاذ رياض بعد فيك مشاب نموت بالسرعه شيء لا اعوذ بالله اعوذ بالله نحن بحاجه لكل لحظه حياه من الشباب ولو هلا السؤال لك يا خيي 25,000 ليرة اذا اجبت على هذا السؤال اذا ما جاوبت ما بيطلع لك شيء تقبرني طريق واحد ما بيعرف يقوس ابدا شغلي مش بلبنان لبنان كله بيعرف يقوس نعم واحد ما بيعرف يقوس ابدا عطوه فرد وبرنيطة قالوا له بدك تقوس ضربة واحدة بالفرد وتصيب البرنيطة عمل هالشي وصاب البرنيطة كيف؟ علما منه مش مقوس بحياته فهمت السؤال مرة تانية؟ لقط الفرد وضربه على البرنيطة كيف يعني؟ روق شوي ما بيعرف يقوس اطلاقا عطوه برنيطة وفرد قالوا له عندك طلقة واحدة بدك تصيب البرنيطة صابها كيف؟ روق شباب ولا زعبة ضربة ضرب الحجر ضربة ما قوصش ضربة ضرب لك روح بارك الله فيك تبرني ما قوصش ضربة بسيطة الجواب في منتهى البساطة علق البرنيطة عبوز الفرد وقوص طارت 25,000 عزبناك عزبناك جهاد سكيف جهاد سكيف وين الأديحة يا جهاد شو هيدي أنديل تبرني ايه لا بس أديحة لا هيدي ما بنعتبرها قديحة بفتيلي لأنه هي لها حجر ما هي فتيلي لا هيدي تحميلي تقبرني مش فتيلي متأسفين بدنا مثل ما جابوا الشباب شو انت معه هيتك تستعملها وبتدخن فيها بتدخن فيها كل يوم قديش بتدخن تقبرني شي علبة ونص بارك الله فيك اسمك نصيف أزي من زوم كيل نصيف أزي من زوم كيل هيتك كنت عم تعمل شي هيك على البحر كذا كنت عم بص إجنيني عم تص إجنيني إجنينتك شو فيها فيها خضار فيها خضار وفيك أيوة. طيب يعطيك العافية بيطلع لك هلأ سؤال إذا عرفت السؤال بتاخد كمان 25,000 إن شاء الله خير طيب يا سيدي العزيز بيضة بدنا نكبها شايف هالدير الحلو هون بيضة بدنا نكبها من علو 5 أمتار وتوقع على أرض بطون ما تنكسر كيف بنعمل بيضة نية بيضة نية بدنا نكبها علو 5 أمتار بدون ما تنكسر يلا طاروا 25 تبر بنزلها بالخيط لا لا بكترميها هلا نزل الدجاجة فرد مرة تقبرني انت طير الدجاجة شو بزت على الرمل ما بتقدر تنكسر عم لك بطون لا تطلع على فوق بطون وين في رمل تقبرني خلص جاوب لا الشباب عم يجاوبوا غلط لا انا قلت لك عن علو 5 أمتار تطلع على محل علو 7 أمتار بترميها تقطع علو 5 ما بتنكسر تقبرني بعدين تنضرب منها لحالها كمان متأسفين يا شباب متأسفين الاسم الكريم نقولها جرجورة نين يا جرجورة من الاشرفية من الاشرفية
ومجاية هلا من الأشرفية؟ أيوة. أدي أخذت معك من الأشرفية لهون؟ يعني شي ساعة. ساعة. طيب أهلا وسهلا فيك، فرجيني شو جاي تقبرني هنقولا؟ مين؟ بس على الـ LBC برومة على الكاميرا بتاع المعروف. سكلوا ياهن الله يخليك. هيدي مين أسمهان؟ ولي أسمهان؟ تعال شوفي شو عم فزعين الشباب. وهذا أنا؟ ممنونك حطني على التلفزيون ما حطني على شي تاني تقبرني. ممنونك كتير. بس أسمهان مش حلوة هالقد تقبرني. والتاني شو؟ أها الأول على الـ LBC هذا أنا. وهيدي مين اللي حد تقبرني؟ أسمهان. أسمهان بعدي لك شوي بقى حشل الزفية بقى. ممنونك؟ طيب بيطلع لك 25,000 لأنك تعذبت بالرسوم بيأدي هودي يعني. ميرسي كتير، شكرا شكرا. مدموزيل بعد في شيء عندك كمان؟ شو هي؟ ورقة؟ بدي يحذرني حزورة هيتو. أهدي لكم كذا التهاني إلى آخره في تاريخ محطات الإرسال المرئية وتستحقون التهنئة والتقدير. ندعو الله العلي أن يديم هذا البرنامج. ولن أفاجأ إذا رأيت برنامج الأول على LBC من القاهرة وإحدى محافظات مصر العزيزة. وإلى اللقاء القريب إن شاء الله. المهندس محمود غنيم، أهلا وسهلا، بتسلم لي على الأستاذ محمود وتقول له قريباً LBC حيشوفها مش بس بالقاهرة، بكل البلاد العربية. شكراً جزيلاً. يا حلوتي يا حلوة الحلوات، هالخنشير اللي حدي هلكوني أنا ناطي الأوصل لعندك. اسم الكريم؟ جمانة أبي يونس. جمانة أبي يونس. جمانة ماشي. لا هالقداحة ماشي، أنت شي كتير. فأذن إلك شكرنا وعزبناكي. أستاذ فادي مراد. نين يا فادي؟ من غزير. من غزير. من غزير وجاي. من غزير وجايب لهالقداحة تقبرني؟ طلع طلع لك فتيلة هون. بعرف كل واحد عنده فتيلة، مش بس القداحة عندها فتيلة تقبرني. بس المطلوب قداحة بحجر. بحجر. حظنا قليل. مادموزيل. بونجور. كارمن. كارمن شو؟ عسيلة. كارمن عسيلي، مبين عليكي في كتير عسل. ولا. اهلا بكارمن. هاي القداحة. ممتاز. طيب بيطلع لي كام مدموزيل كمان 25,000. حنا جوزيف دبروا الامور. مارون ابو خليل. مارون ابو خليل، ليش منرفز يا مارون؟ لا بسيط من عجلة السير. خمنت انه بتداير واسمك مارون ما عم تتهدى معنا خيي. ما هيك؟ اهلا وسهلا فيك. وين القداحة؟ ممتاز. والاستاذ؟ بونجور، الياس مارون سلامة. الياس مارون كمان. مارون مارون يا خيي، جيبوا لنا الياس مارون. لا 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 منيحة مزبطة مزبطة. اهلا وسهلا فيك الياس. هاي القداحة. كمان مشكور. مشكور. بحب وجه تحية وإكبار لكل القيمين لإنجاح البرنامج، وبتمنى للمؤسسة اللبنانية للإرسال التألق والتجدد الدائم، ويعطيكم العافية وشكرا. شكرا شكرا لكم. يمكن نجاح أي عمل تلفزيوني يعود في الدرجة الأولى إليكم أحبائي المشاهدين. وقبل أن نتابع معا فقرات البرنامج، نتوقف مع الفنانة دليدا رحمي.